ضربات شديده على الخدمه، الكرازه والبشاره يوميا يجيك واحد لا تسوي هيك فيديوهات، لا تحكي هيك، لا تقول، لا تبشر، تعرف هذا اللي كان يصير. يتقوى إيمانك، تشجع أكثر، تشوف يد الرب الحقيقية، يد الرب الحقيقية في حياتك في أثناء الاضطهاد، في أثناء الألم، هناك يظهر الإيمان الحقيقي. طبعاً أكو عواقب، بعض العواقب السلبية تكون لبعض الأشخاص. شوف، اذهب إلى أي مجتمع كريم، تشوف في حالة الألم والاضطهاد يكثر، تشوف ناس متمسكة بالرب أكثر، أو بالأحرى خلينا نقول تدين يكثر أكثر في حالة الاضطهاد والألم. في النتائج البعض السلبية، ناس بعد ما يزال الألم، يزال الاضطهاد عنهم، نشوف البعض يبتعد عن الرب. كان في وقت، الوقت اللي هو لأجل أن الرب ينقذه من ذلك الضيق، كثير هيك عالم بعدين يبتعدوا عن الموضوع. ولكن المؤمن الحقيقي اللي يثبت، والمؤمن القوي هو اللي يتعلم من هذه التجربة كيف يكون قوي، وكيف يكون كارز للمسيح وكارز للبر، كيف يكون هذه التجارب الصعبة في حياته تكون بركة للآخرين، تتحول إلى تجارب عظيمة، تتحول إلى منطق في حياته لأجل أن يوصل كلمة الرب للآخرين، يفيد العالم في هذا التجارب، يفيد الناس من خلال تعليمهم، من خلال تشجيعهم، من خلال كيف كانت يد الرب عظيمة معه. لا يترك الناس اللي كانت، الناس اللي تعيش بنفس الظروف اللي هو عاشها في الماضي، يكون قريب منهم دائما، يكون مشجع لهم دائما، لأن الإيمان يتطلب ذلك. المؤمن الحقيقي ما يقول شعلية أنا شو دخلني بالناس أنا كذا، لا، المؤمن الحقيقي يبدي حياة الناس قبل حياته. المؤمن الحقيقي يكون عنده محبة باذلة، المؤمن الحقيقي يكون عنده تضحية، وكل هذه الآلام والاضطهاد كلها هذه تكون سبب بركة يعني للآخرين. عندنا التلاميذ، تلاميذ الرب يسوع المسيح الذين كانوا مضطهدين، كانوا متألمين، هل بسبب التألم والاضطهاد قعدوا وسكتوا وخافوا؟ لا، بالعكس، كانوا متشجعين، كانوا متقوين، كانوا يذهبون كل يوم الرب على إيدهم يضم ناس جدد للكنيسة. ليش؟ لأن الرب يقول في الضعف تكمن قوتي. هذا الرب قانون وضع الرب، ليس في الرخاء ولا في الألم. المسيحية ما إجت لتبحث عن ملك أرضي، ولا إجت تبحث عن سلطة، ولا المسيحية إجت لأجل أنه التلاميذ المسيح تكون عندهم سلطة أو قوة، أو يكونوا متحكمين بالبشرية، أو بيتهم دولة والناس خاضعة لهم. لو المسيحية أتت لتكسب ناس من الشارع إلى ملكوت الله، لتكسب ناس من المجتمع، لتجعلهم تلاميذ حقيقيين كارزين وعاملين في حقل الرب. هذه المسيحية، المسيحية ما إجت حتى يقول الرب يسوع، يقول ما جاء بالإنسان ليخدم بل ليخدم. المسيح جاء لهذه الأرض ليس ليخدم ويحط له حاشية وسلطة وفلوس وسكرتيرية ويقعد ويتسلط ويكون بعيد عن العالم وما توصل له إلا تدور عليه 20 سنة يلا تقدر تحصل مقابلة وياه. ما كان يعمل هيك المسيح. المسيح كان متواضع، كان متواضع. هذه تجارب الألم والاضطهاد تجعل الإنسان يكون أكثر متواضع. هكذا الرب يريدني. الأمور اللي تحصل هي خارجة بالوقت الحالي في أزمنة قديمة أيضا، خارجة عن تعليم الرب الحقيقي. لما الكنيسة تخمل وتقعد وتتعب ولا تبشر وتتحول الموضوع إلى سلطة دينية مثلها مثل أبناء العالم، ما شوفك ثمر، لا ثمر الروح في حياة أتباع هذه الكنيسة، ولا الكنيسة تقدر تراها تذهب إلى الآخرين تجلبهم للمسيح أبدا. لما تتحول إلى الكنيسة
إلى عبارة عن مجرد قاعة أو مجرد الكنيسة.